مرحبا واهلا وسهلا فيكم. احنا الان في فيينا، رايحين على سوبر ماركت. طلع محل السوبر ماركت، رايحين على السوبر ماركت شوي نشتري شويه شغلات. خليكم معنا يلا. الاسعار بشكل عام نوت باد. هذا فاهم الاورنج جوس، شوفوا يا جماعة شو لقينا، حمص وفلافل بالطحينية وحمص مشان اخلاف تريو، ثلاث شغلات مع بعض. شو هذا؟ شكلها شغلات زاكية، سوشي. تشيز انا جايبه لاجرب، هذا كرامبري تشيز جايبه لاجرب، شكلها زاكي. خبز خبز، واو الله. ماركت صغير بس حلو، هذا شكله انا شفته كثير اماكن بس ما بعرف شو هو، خلينا نشوف. كراتيس معناها مجان، تقدر تاخذ هاي الجريدة. هذا سوبر ماركت، يلا ورجينا كل يوم سوبر ماركتين. طبعا احنا في اكتوبر عشان هيك الهالوين والبامبكنز. اسعار يوغورت، المفروض ان هاي البلد مشهورة بالشغلات هاي، يعني فالمفروض انه عندهم كتير. هون في النمسا عجبتني شغلة، هون عجبتني شغلة مع انهم في الاتحاد الاوروبي بس برضو still proud of their products، فكل اشي محطوط عليه العلم هذا معناها انه مصنوع في النمسا. حفرجيكم هلا لاحظت انا، يعني هاي شايفين هذا 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 الشغلات المصنوعة، هذه مصنعة بالنمسا، هاي مثلا مصنعة بالنمسا، هاي مش مصنعة بالنمسا، والخيار طبعا للزبون. هاي مصنعة بالنمسا مثلا جبن نمساوي، حلوة فكرة، حلوة يعني نايس. هاي يمكن تكون، هاي شايفين كله هذا مصنع بالنمسا. يا جماعة فهمنا شو الفرق بين A plus A والA. هاي اختصار لأوستريا، A plus A معناها كل شيء مصنع في النمسا، كل هذا البرودكت كاملة من الباكجينج من اللي جوا. اللي بس A زي هذا، يعني أجزاء اللي داخل مصنع بس البلاستيك مش نمساوي. ف يا عم فكرة رائعة، عجبتني كتير. وكيف تعرف كيف تكون proud of your country مع انك جوا اتحاد، جوا منظومة رائعة اللي هي النظام الاوروبي، ولكن لسه proud of themselves.